واحد الكل منكمين عليه هذا مناش لأنه مسؤولين دايرين بالوزارة شوفوا ظروف العمل فيهم شوفوا الأحزاب من أجل حق زميلنا ولكن بالحقيقة من أجل حقنا احنا الناس الكل من أجل قطاع الصحة يعتذر حياة الطبيب في خطر قطاع الصحة يعتذر لا نستحق الحياة إذا كان اليوم المصيبة هذه ومطلبنا الأساسي وهو تحسين ظروف العمل بالنسبة للأطباء الشباب هالوقفة الاحتجاجية والتحرك هذا مش ليه